شوي تينا النوبه ديالك. الناس كيحترموا الناس متعودين مؤدبين الناس فيهم الاخلاق كيعرفوا الحق الطوموبيل والحق الراجلين هذا اللي كاين. انا سائق مهني هذه سنوات وحنا ولفنا هذه الطبيعه هذه دابا لان الناس ولفت عليها وفهمتي تربات عليها فهمتي وكنتمناو على الله يكونوا الناس اكثر يفهموا هذا الميساج هذا ويبداو يحترموا اكثر باش فهمتي لان المدينه الواحده في المغرب تقريبا هي تطوان اللي كتحترم الراجلين وقانون السير بصفه عامه. زعما حنا كنحترموا الراجلين كنحترموهم اكثر من الجهد ولكن هما شي مرات كيزيدوا فيه حيتاش السيده جايزه في الباساج كتهضر التليفون ديالها كتهضر في التليفون كتكتب ميساج كتشوف الواتساب زعما ماشي قانون ولا ماشي غير قانون حنا كنحترموهم سول اللي بغيت تطوان هي رقم واحد في احترام الراجلين. بالنسبه هذه الظاهره ديال نسميوها ديال احترام مام الراجلين وقانون السير في مدينه تطوان هذا كيعود ربما انا كنرجحوا بالدرجه الاولى الموقع الجغرافي اللي قريب من مدينه سبته السليبه المحتله لان غالبيه المواطنين كيدخلوا سبته وكيشوفوا تما كيفاش كاين تطبيق القانون كيفاش يعني الامور منظمه وبالتالي ان هذه المساله هذه كتخلي المواطن انه دائما كيتقنن مع القانون على عكس ان في بعض المدن الاخرى المغربيه واللي هي كنطلبوا وكنطمحوا اننا نشوفوا نفس المساله تكون ما كاينش وبالتالي هنا ربما كاين نقص ديال تضافر الجهود لا من المسؤولين ولا من المواطنين ولكن انا كنظن لو كان المسؤولين خصوصا هنا كنوجه الكلام ديالي للمسؤولين على السير والجولان في المدن من الجماعات المحليه من الهيئات الحضريه ديال الامن من هذا انهم يوفروا ممرات علامات التشوير المسائل الكامله اللي كتساهم في هذا الشيء هذا اكيد غادي يكون هذه المساله هذه. اما الجزر بوحده بدون الكماليات اللي كتكمل هذه المساله هذه كنظن ما عمره غادي يكون شي حاجه. احنا تربينا على مبدا احترام ممر الراجلين هذا الشيء تربى فينا من الصغر طبعا هذا الشيء كيحمينا وكيجنبنا اننا نعرضوا انفسنا للخطر. وكنطلب من الناس يستمعوا لهذه الرساله هي ان ممر الراجلين خصنا نحترموه كدافع على انه كيجنبنا الخطر.